بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نسيم، مرحبا بكم في قناتكم الخاصة بتربية الحسون. أتمنى أن تكونوا بخير وبألف خير إن شاء الله. تحياتي لكم أينما كنتم وأينما توجدتم، بالتوفيق للجميع وموسم خير إن شاء الله. أما بعد، أصدقائي الكرام، نحن اليوم في 26 من شهر فبراير 2020 على بركة الله. اليوم سنحاول إطلاق أول ذكر على أول أنثى إن شاء الله لهذا الموسم، وبالتوفيق لنا ولكم. كما تلاحظون في هذا الفيديو، وضعت حاليا الذكر في هذه الجهة والأنثى في الجهة المقابلة، والآن سأنزع العازل بينهما لألاحظ ماذا يحدث إن كان بإمكان الذكر يلقح الأنثى. بعدما جربته وقامت الأنثى بوضعية التلقيح، لكن من الأحسن أن تقوم الأنثى بوضعية التلقيح العديد من المرات كي تسهل على عملية التزاوج بين الذكر والأنثى. ولكن سأحاول إن شاء الله وسأعطيكم بعض التفاصيل إذ لم يتم التزاوج. إذن أصدقائي الكرام، كما لاحظتم الأنثى ترقص والذكر يغرد عليها، لكن ما في تزاوج. والآن سننتقل إلى الخطة رقم 2، وإذا لم يكن أي شيء سنفعل طريقة أخرى إن شاء الله.
إذا أصدقائي الكرام، في النهاية لم يتم التزاوج، وماذا أفعل في هذه الحالة؟ سأنزع هذا الذكر وأعيده عفوا إلى قفصه، وسأصبر عليهم حوالي أسبوع على الأكثر، وسيتم التزاوج إن شاء الله، إذ لم يتزوجوا في هذه اللحظة. إذن أصدقائي الكرام، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ علينا ألا نستعجل، فنحن الآن في بداية موسم إن شاء الله، وكما قلت لكم سأخرج هذا الذكر وأضعه في قفصه، وسأصبر عليهم حوالي أسبوع إن شاء الله، وتزويد الأنثى بالبروتين والكالسيوم كما قلت لكم. أما بالنسبة للذكر فهو جاهز 100%، يعني سبق وأن قامت هذه الأنثى بوضعية التلقيح، لكن ليس لمرات عديدة. عندما تلاحظ الأنثى أنها قامت بوضعية التلقيح لأول مرة، بإمكانك أن تصبر عليها حوالي أسبوع كي تقوم بوضعية التلقيح بعدها كل مرة، وهكذا ستسهل عليك عملية التزاوج إن شاء الله.